connect grade 1 match وصل اول كلمه police officer map watch soldier police officer يعني ايه ضابط شرطه عندها number 1 okay that's right map 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 يعني خريطه number 2 okay watch 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 يعني ساعة يد احط جنبها number 3 soldier soldier يعني جندي number 4 okay that's right هنكمل سؤال match shoes 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 يعني حذاء حط جنبها number 1 rocket 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 يعني صاروخ حط جنبها number 2 okay train train يعني قطار جنبها number 3 mat 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 يعني سجادة حط جنبها number 4 طيب انا عايز اسأل سؤال shoes احنا عاطين ليها اس الجمع ليه عشان هما يعنيس اتنين مش واحدة اتنين يعني اكتر من واحد كده هعملها معاملة الجمع عشان كده حطيت ليها اس okay that's right lock and circle lock يعني ايه انظر and circle وهنعمل دائرة أول صورة معايا صورة لام لمبة طيب أنا قدامي دلوقتي كلمتين والاتنين متشابهين في الكلمة في الكتابة لام أند لامب هم مختلف لام يعني خروف صغير مش بنطق البيت بي سايلنت لكن لامب لامب يعني لمبة عشان كده هختار الكلمة التانية حط عليها نمبر 2 صورة سحابة واحدة طيب نقرا مع بعض الكلمات بتاعتها أول كلمة cold cold معناها بارد طيب الكلمة التانية cloud يعني ايه cloud cloud يعني سحابة عشان كده هختار الكلمة التانية وهعمل عليها دايرة نمبر 3 صورة آلة كمان آلة كمان هنختار ايه ما بين الأقواس van or violin van يعني شاحنة صغيرة لكن violin يعني آلة الكمان عشان كده هعمل دايرة على الكلمة التانية نمبر 4 صورة حديقة الحيوان طبعا شايفين طبعا الصورة فيها حيوانات هنختار ايه؟ هختار زو يعني حديقة حيوان لكن الكلمة التانية فوكس فوكس يعني ثعلب عشان كده هختار الكلمة الأولانية هعمل عليها دايرة نمبر 5 صورة شاحنة نقل كبيرة طب احنا عندنا انواع اتنين نوعين من انواع شواحن النقل اوكي فان يعني شاحنه صغيره تراك عربيه نص نقل عشان كده هختار الكلمه الثانيه اللي هي تراك نمبر 2 صوره سوسته سوسته معناها زبر هختار الكلمه الاولانيه طيب الثانيه زبرا زبرا يعني حمار وحشي نمبر 7 معايا صوره شخص يحفر بمعنى ايه كلمه يحفر يحفر يعني دج دج عشان كده هختار الكلمه الاولانيه الكلمه الثانيه جامب جامب يعني يقفز والاثنين عباره عن افعال فيربس نمبر 8 صوره قطار قطار خدناها مع بعض معناها قطار يعني ترين هختار الكلمه الاولانيه الكلمه الثانيه معناها كار يعني سياره عندي هنا صورة فصل من فصول السنة اللي هو فصل الخريف هختار فول ولا وينتر فول وينتر معناها الشتاء that's right okay number 10 صورة زيتونة زيتونة يعني زيتونة واحدة اوليف ولا نات اوليف نات يعني معناها فول سوداني that's right okay number 11 سجادة سجادة يعني مات or man مات أما كلمة مان معناها رجل عشان كده هختار الكلمة مات الصورة الثانية شايفين الجو كده بيشتي وممطر ممطر يعني ايه؟ ريني 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 يعني ممطر لكن الكلمة الثانية صاني صاني يعني مشمس اوكي فصول السنة الأربعة معناهم ايه؟ فصول السنة الأربعة سيزونز عندي أربع فصول هما سبرينج سمر فول winter spring يعني ربيع summer يعني الصيف
فول يعني الخريف، وينتر يعني الشتاء. واحنا مع الاسئله هنعرفهم بالترتيب او بشكلهم الصح. عن سكرامبل هنعيد كتابه الكلمه. اول صوره معايا صوره دكتور، تمام. نقرا مع بعض الحروف تي او سي دي او ار. هنكتبها ازاي كلمه دكتور؟ نقول مع بعض الحروف D O C T O R. طبيب. نمبر 2 سورة ايه دي؟ سورة سماء. سماء بمعنى سكاي. سماء يعني سكاي. نقرا مع بعض الحروف S Y K. طبعا الكلمة عندي كده متلخبطة واحنا هنعيد كتابتها من اول وجديد. يعني نكتبها مع بعض S K Y. سكاي يعني سماء. نمبر 3 سورة ايه دي؟ سورة سرير. نقرا مع بعض الحروف المتلخبطة دي بي اي. تعالى نكتب مع بعض كلمة سرير، معناها ايه كلمة سرير؟ بد. بي اي دي. بد يعني سرير. نمبر 4 سورة جيبة. جيبة بمعنى سكيرت. نيجي نقرا مع بعض الحروف المتلخبطة اي تي ار اس كي. تعالى نكتبها مع بعضينا اس كي موزة. برضو جايب لي الحروف متلخبطة A N A N B E. يلا عايزين نكتبوها كده، بننطقها اصلا الاول ايه؟ بنانا. بنانا يعني موزة. يلا نقول الحروف B A N A N A. بنانا موزة. ايه الصورة نمبر 6 اتوبيس. اتوبيس يعني ايه؟ بص هو جايب لي الحروف متلخبطه ازاي؟ اس يو بي. انا بنطقه ازاي؟ بس. بس يبقى اول حرف بي بعد كده يو اس. بس. بي يو اس. اوكي. عربيه نص نقل يعني ايه؟ تراك. طب هي بتتكتب كده؟ ماشي. اول حرف بنطقه ايه؟ تراك. تراك تي تي ار U C K. truck. truck يعني عربية نصف نقل. نملة يعني ايه؟ ant. ant. وبص هو جايب لي الحروف متلخبطة ازاي؟ N T A. طيب هكتبها شكل صح ازاي؟ حرف ال A A N N N N N T T T T T ant. ant يعني نملة. اوكي جاب لي فصل من فصول السنه وهو فصل ايه؟ الخريف. طيب احنا قلنا الخريف بيتكتب بيتنطق الايه الاول؟ فول. فول. ماشي يلا اول حرف بقوله ايه؟ حرف الاف. ها اي دبل ال. ال اف اي دبل ال. فول الخريف. اوكي نمبر 10 عندي صوره شمس. شمس يعني ايه؟ سن. شمس يعني ايه؟ سن. هو بصي كاتب لي جايب لي الكلمة ازاي؟ يو ان اس. يو ان اس بس انا بقول شمس سن. ها يبقى اول حرف ايه؟ اس يا ميس. اس يو ان س س سن. سن يعني شمس. لوك اند انسر يس اور نو. لوك يعني انظر اند و انسر جاوب. يس اور نو يعني يس ايوه ونو يعني ايه؟ نعم أو لا. It's a lemon. It's a lemon. طب والصورة اللي جايبها لي إيه يا ترى؟ دي صورة بيضة. بيضة. طيب إحنا أصلاً بيضة يعني إيه؟ إج. إج يعني بيضة بس هنا بيقول لي It's a lemon. يبقى yes or no؟ No. No. يبقى هختار إيه؟ No. هجاوب بنو. سؤال نمبر 2 Is it the sun؟ وطبعاً ده عندنا سؤال أكيد. طيب is it the sun؟ الصورة اللي عندي صورة ايه؟ عندي صورة شمس. وشمس معناها؟ sun. يبقى هختار الإجابة بتاعتي yes or no؟ هختار yes. هنا السؤال اللي جايبهولي is it the sun؟ يعني هل هذه شمس؟ هنا is جاية في أول الجملة بمعنى هل، وسؤال بهل أنا عارف إن أنا بجاوب عنه ب yes or no، بس هنا جايب لي صورة شمس عشان كده هختار yes. اوكي نمبر 3 their socks.
their socks. يعني ايه؟ يعني دو دي صورة شرابات. هنا جايب لي صورة حذاء. طيب احنا قلنا حذاء يعني ايه اصلا؟ شوز. شوز يعني حذاء. ماشي، يبقى هختار يس ولا نو؟ نو يا ميس، السؤال عندي سوكس، وسوكس يعني جوارب. طيب انا عايز اسال سؤال تاني. their socks، احنا عملنا الشراب او معامله الشراب عملناه معامله الجمع وحطينا له اس الجمع. ليه؟ هما اتنين بالظبط، فردتين، واحنا قلنا اي حاجه اكتر من واحد هعتبرها معامله الجمع. عشان كده بالظبط قلنا their socks. واحنا جينا برضو في النطق واختصرنا قلنا their. اصل their ديت اصلها ايه؟ they are. لما اجي انطقهم على بعض هو شال لي الايه بتاعه الفيرب تو بي ار وضمهم على بعض، وحتى ابوستروفي اللي ما بين they were are ديت اسمها ابوستروفي، بتتنطق ايه؟ their. ماشي، السؤال اللي بعد كده. I want to be a firefighter. انا اريد ان اكون رجل اطفاء. طب السؤال اللي عندي صورة ايه؟ رجل اطفاء. الاجابة عندي yes or no. هختار yes. لما اجي اعبر عن نفسي او اعبر عن الوظيفة اللي انا عايزة اطلعها هقول I want to be. What the meaning I want to be? I يعني انا، want يعني اريد، to be ان اكون a firefighter. هنا جايب لي a firefighter يعني رجل اطفاء. firefighter رجل اطفاء. عندي ملحوظة تانية، ليه حط A قبل firefighter؟ ميس لان حرف الاف من الحروف consonant. بالظبط، هو من الconsonant letters، عشان كده حطينا قبليه ايه؟ A. اوكي، السؤال اللي بعد كده. They are red. They are red يعني بيكون احمر. طيب السؤال اللي عندي صورة ايه؟ صورة شراب بس لونه اصفر. تمام، هختار yes or no. هختار no. طبعا نبتكر مع بعض سنة اولى ان احنا قلنا ان they are اختصرناها قبل كده في السؤال اللي قدام their. طبعا هي عندنا هنا كاملة ولا مختصرة؟ هنا عندي كاملة، نطقتها they are، بس انا عايزة اقول ان هم اصلا اللون اللي موجود قدامي دوت لون اصفر. اصفر يعني yellow. اصفر يعني yellow، لكن red يعني red يعني احمر. ناخدوا السؤال اللي بعد كده. نمبر 6. stop. stop معنى stop معنى قف. طيب الصورة انا عندي صورة ايه؟ صورة stop معنى قف. يبقى هختار yes or no. هختار yes. طب نراجع مع بعض اشارات المرور. احنا خدنا مع بعض stop معنى قف، وخدنا مع بعض go يعني اذهب. طيب cross the road اعبر الطريق. تمام، السؤال بعد كده. I like sunny days. I like sunny days. أنا أحب الأيام المشمسة. طيب الصورة اللي عندي صورة إيه اللي موجودة قدامي؟ صورة مطر. مطر. طيب هيبقى الكلام ده صح ولا غلط؟ نو، مفيش شمس قدامي. يبقى الإجابة عندي نو. نمبر 8. Is this the rainbow؟ طبعا ده عندي سؤال. is في اول الكلام عرفنا قبل كده، is في اول الكلام بمعنى هل. هجاوب عندها بايه؟ يا اما yes يا اما no. طيب الصوره اللي عندي صوره قوس قزح. قوس قزح ومعنى ايه؟ ايه كلمه قوس قزح؟ قوس قزح يعني rainbow. rainbow يبقى الاجابه عندي هنا yes. انا قايل وبادئ السؤال بإز، واحنا قلنا إز يعني سؤال بهل، بجاوب عنه يا اما يس يا اما نو. اللي بعديها ذس. ذس يعني هذا. لما باجي اشاور عن حاجه مفرد قريب مني هقول عليها ذس. هنا إز ذس ذا رينبو يعني هل هذا هو قوس قزح؟ هقول ايه؟ يس. ماشي، السؤال اللي بعد كده. فايند ذا اود وان. find the odd one، اوجد الكلمه المختلفه. والسؤال ده طبعا عندنا بموجوده مجموعه من الكلمات وهنطلع منها الكلمه المختلفه عن المجموعه دي. شوف مع بعض السؤال نمبر 1. lamb leg egg. again lamb leg egg. طيب هنا مين الكلمه المختلفه الموجوده عندي؟ egg. ليه؟ الكلمتين التانيين بيبتدوا بحرف ال. لام يعني خروف صغير، ولج يعني ساق، اج يعني بيضة. الكلمتين الاولانيين بيبتدوا بحرف ال، والكلمة الثالثة اج بتبتدي بحرف الاي، عشان كده اخترنا اج.
Number two, exit. Vet, teacher. Again, exit, vet, teacher. Exit بمعنى مخرج. Vet, طبيب بيطري. Teacher, مدرس. يا ترى مين هي الإجابة المختلفة؟ Exit. ليه؟ Exit يعني مخرج. Vet, طبيب بيطري واعتبرها وظيفة job. وتيتشر يعني مدرس واعتبرها وظيفة. فالكلمتين التانيين بمعنى وظائف، عشان كده اخترت اول واحدة exit اللي هي المخرج. السؤال number three. Bread يعني خبز. Fabric يعني قماش. T-shirt يعني T-shirt. هختار ايه؟ Bread. عندي فابريك وتيشيرت، الاثنين عبارة عن فابريك قماش وتيشيرت يعني التيشيرت، فالفابريك هو اللي بيعمل التيشيرت. بالظبط، فابريك وتيشيرت دي الحاجات اللي بتتصنع او من القماش اللي بيتصنع منها الحاجات اللي انا بلبسها اللي هي الكلوتس اللي هي الملابس، لكن بريد اللي هو الخبز اللي انا باكله. نمبر 4، فلاور كوتون ويت. اجين، فلاور كوتون ويت. فلاور بمعنى دقيق، كوتون بمعنى قطن، ويت بمعنى قمح. طيب الاجابه المختلفه عندي هختار قطن، لان عندي فلاور ويت، ويت عباره عن قمح بيتعمل منه فلاور اللي هو الدقيق، والدقيق بيتعمل منه بريد اللي هو الخبز. سؤال نمبر 5، ten يعني 10، dentist يعني طبيب أسنان، teacher يعني مدرس. هختار الكلمة المختلفة ايه؟ ten، لأن ten يا ميس عبارة عن number، لكن dentist طبيب أسنان وteacher يعني مدرس، والاتنين دول وظائف. number 6، he lemon she. again، he lemon she. الإجابة المختلفة عندي هي كلمة lemon يعني ليمونة. هي يعني هو، lemon يعني ليمونة، وشي يعني هي. lemon دي lemon ديت حاجة بتتاكل، عشان كده هي الحاجة المختلفة اللي فيها. rainy red blue. rainy يعني ممطر، red يعني أحمر، blue يعني أزرق. الكلمة المختلفة هتكون ايه؟ ريني، لأن ريني يا ميس عبارة عن الجو الممطر، لكن ريد عند بلو عبارة عن كالرز ألوان. نمبر 8، مام ويندو واتش. مام يعني أم، ويندو يعني شباك، واتش يعني ساعة يد. الكلمة المختلفة هتكون ايه؟ مام، لأن يا ميس عندي كلمة ويندو وكلمة واتش الاتنين بيبتدوا بنفس الايه؟ الليترز اللي هو W، لكن مام letter B. That's right، letter M. sunny map cloudy. sunny يعني مشمس، map يعني خريطة، cloudy يعني مغيم. الكلمة المختلفة map يا ميس، لأن كلهم عبارة عن حالات الجو اللي هي ايه يا ميس نفتكرها مع بعض؟ rainy، sunny، cloudy، ايه تاني؟ ويندي. ويندي يعني عاصف، دي عبارة عن حالات الجو، لكن ماب عبارة عن خريطة. سؤال نمبر 10، وينتر بيربل فول. اجين، وينتر بيربل فول. طيب مين الإجابة المختلفة عندي؟ بيربل، وينتر يعني شتاء، بيربل يعني لون بنفسجي، فول يعني خريف. وينتر وفول دول من السيزونز اللي هي فصول السنة. بيربل كولر لون، عشان كده هو المختلف. نمبر 10، سبرينج يعني ربيع، ليمون يعني ليمونه، ليج يعني ساق. الكلمه المختلفه سبرينج، سبرينج دوت فصل من فصول السنه، سيزونز يعني ربيع، ليمون يعني ليمونه، ليج يعني ساق، والاثنين بيبتدوا بحرف ال ال، ليمون اند ليج. نمبر 12، فيت جاكيت جام. again، vet jacket jam. الإجابة المختلفة عندي هتكون كلمة vet. vet اللي هي الطبيب البيطري، واحنا اعتبرناها عبارة عن job وظيفة، لكن كلمة jacket and jam هي عبارة عن ايه؟ كلمات بتبتدي بنفس اللتر. نمبر
فيولين فان جامب فيولين الآلة الكمان اللي هي الآلة الموسيقية اللي بعزف عليها فان يعني شاحنة صغيرة جامب يعني يقفز الكلمة المختلفة هتكون جامب الاثنين بيبتدوا بحرف بليتر في لكن جامب يعني يقفز بيبتدي بليتر جي نمبر 14 سويتر 5 تي شيرت سويتر يعني سويت 5 عبارة عن نمبر 5 تي شيرت تي شيرت والإجابة المختلفة عندي هنا ميز نمبر 5 اللي هو رقم 5 لأن سويتر وتي شيرت عبارة عن كلوزز سويتر اللي هو البلوفر 5 5 تي شيرت يعني تي شيرت زيبر سوستا سوكس شراب شوز حذاء الكلمة المختلفة هتكون زيبر لان يعني زيبر سوستة واحدة لكن سوكس اند شوز الاثنين عبارة عن جمع احنا بنعملهم معاملة الجمع سوكس جوارب وتبقى عندي فردتين فبنعملهم معاملة الجمع شوز برضو عبارة عن فردتين فاحنا بنعملهم معاملة الجمع فزيبر هي المفرد 16 سكيرت جاكيت بانتس الكلمة المختلفة هتكون بانتس ايه ده ميس ما كلهم كلوتس ملابس ليه اخترنا بانتس سكيرت يعني جيبه جيبه واحده جاكيت يعني جاكيت بانتس بنطلون احنا بانتس بنعملوه معامله الجمع عشان كده هو المختلف 17 ساني واتش كلاودي الكلمه المختلفه هتكون واتش ساني يعني ايه مشمس واتش يعني ساعه يد كلاودي يعني مغيم الجو لما يكون مغيم بقول عليه كلاودي مليء بالسحب عشان كده الكلمة المختلفة هي واتش ساني وكلاودي من حالات الجو نمبر 18 بايسكل تراك استرونوت بايسكل يعني دراجة تراك عربية نصف نقل استرونوت يعني رجل فضاء الكلمة المختلفة هتكون استرونوت بايسكل وتراك دول من وسائل المواصلات لكن استرونوت رجل الفضاء عشان كده هو الكلمة المختلفة يت كار زو اجيل يت كار زو طب مين هي الكلمه المختلفه عندي كلمه زو زو معناها حديقه حيوان طيب يت وكار عباره عن برضو وسائل مواصلات يت عباره عن يخت وكار معناها سياره وزو حديقه حيوان تويني بن سكس 10 again pen 6 10 الكلمة المختلفة عندي هنا كلمة pen طب pen معناها قلم جاف و 6 رقم 6 و 10 رقم 10 وطبعا 6 و 10 numbers stop go purple stop يعني قف go يعني اذهب purple يعني بنفسجي الكلمة المختلفة هتكون purple stop و go verbs افعال purple بنفسجي عشان كده الكلمة المختلفة هتبقى purple 22 يوسف هاني أميرة يوسف اسم ولد يوسف هاني هاني أميرة اسم بنت الكلمة المختلفة هتكون أميرة الاثنين boys ولاد لكن أميرة girl بنت on under apple on يعني على under يعني apple يعني ايه تفاحه الاثنين هيعتبروا حروف جر prepositions عشان كده الكلمه المختلفه هتكون apple تفاحه apple ديت من الفروت اللي هي الفاكهه 24 an ant an egg a fox الكلمه المختلفه a fox ان هي ميس عندي an ant an egg من الحروف الفاول letters a and e فلازم نحط لهم an لكن فوكس بيبدا معايا بحرف الاف بنعمل معامله الكونسوننت فنحط له حرف الاي السؤال اللي بعد كده لوك اند كومبليت ويز انظر واكمل بديني كلمات من فوق هي ان تن وونت اي سبيس تو بي ا تيتشر هختار ايه وونت اي وونت تو بي ا تيتشر أنا أريد أن أكون مدرس نمبر 2 She's engineer هختار إيه الكلمة اللي من فوق؟ هاني يا ميس لأن letter E في كلمة engineer من حروف الفاول letters فهنحط له N
number 3 space a doctor هيبقى ايه؟ مفرد واحد وهو يعتبر ولد عشان كده هختار he. number 4 I am وجايب لي number 10 I am 10 يعني أنا عندي 10 سنين. is cloudy a it number 1 space is a map. طيب الخريطة هنا هنعملها معاملة الغير العاقل. طيب هناخد ايه من عندي من فوق؟ eat. وeat بنعملها بالغير العاقل يبقى هنقول it is a map. eat. number 2 he is space vet. طيب هنحط هنا مين؟ a. ليه؟ vet بتبتدي ب vowel sound ب consonant sounds عشان كده هختار a. لكن بقيت لكن انا عندي vowel sounds اللي هما a e i o u فبختار n. لكن هنا هختار ايه؟ a عشان ال b دوت من الحروف الساكنة. number 3 it's ايه؟ مغيم ومليء بالسحب كتير cloudy. number 4 she speaks a police officer. طيب she معناها she يعني هي is. discover معنى اكتشف. look and sort look and sort. طيب هنشوف السؤال بتاعنا. اول سورة سورة ايه؟ بيتزا. number 2 سورة scarf. number 3 سورة cake. number 4 سورة skirt. number 5 bread. number 6 teddy bear. تمام بعد ما نشوف السؤال ده بيتحل ازاي. طبعا احنا قدامنا جدول موجود فيه مربعين. المربع الاول fabric قطن يبقى احنا هنحط الصور او الارقام بتاعت الصور المصنوعه من الفابريك والقطن. المربع الثاني فلاور ويت. طبعا فلاور يعني دقيق وويت يعني قمح فاحنا هنحط الحاجه المصنوعه من فلاور والويت. طيب نمبر 1 صوره ايه قدامنا؟ قلنا بيتزا. طيب البيتزا بتتصنع من فلاور اور فابريك؟ فلاور اللي هو الدقيق ويت اللي هو القمح. احنا هنحط نمبر 1 فين؟ وانا بعد كده هقول كل رقم تبع ايه. هو كاتب لي هنا نمبر 2. نمبر 2 اللي هو الايه؟ السكارف. السكارف دوت مش مصنوع من القماش؟ ايوه فابريك وكاتون. ممكن ما تصنعش من القطن بس المهم ان هو مصنوع من ايه؟ من القماش. عشان كده هو كتب لي نمبر 2 في خانه فابريك وكاتون. نمبر 4 نمبر 4 اللي هي السكيرت. السكيرت ديت مش بتتصنع من الفابريك واحيانا القطن قماش فعشان كده هو كتب لي في المربع دوت ايه؟ نمبر 4. نمبر 6 نمبر 6 اللي هو التيدي بير. التيدي بير دوت مش بيبقى مصنوع من الفابريك القماش فعشان كده هنا كتب في الفابريك والقطن نمبر 6. بعد كده فلاور ويت ويت فلاور يعني دي ويت يعني قمح. نمبر 1 كتب لي اللي هي البيتزا. البيتزا بتتصنع من ايه؟ من الدقيق والقمح. بعد كده نمبر 3 نمبر 3 اللي هي الكيك. نمبر 5 اللي هو البريد الخبز. كل ديت حاجات ايه؟ بتتاكل بتتصنع من ايه؟ فلاور ويت. لوك اند كومبليت انظر واكمل. جايب لي كلمه فلاور يعني دقيق فابريك يعني قماش. فالمفروض انا هكتب الكلمات الناقصه. هو جايب لي هنا كوتون المفروض صوره قماش هختار بقى فلاور ولا فابريك. وبعد كده تي شيرت اللي هو تي شيرت. الصوره اللي بعد كده ويت اللي هو القمح هيتحول لايه يا ترى؟ هختار فلاور ولا فابريك. وبعد كده لبريد هنشوفه بقى. ويت اللي هو القمح بقى فلاور دي. وبعد كده بقى ايه؟
بريد اللي هو الخبز. قطن يعني قطن، فابريك يعني قماش، وبعد كده تي شيرت، تي شيرت اللي هو الايه التي شيرت. التي شيرت بيتصنع من القماش، والقماش باخده وبيتصنع من القطن. البريد اللي هو الخبز بيتصنع من الفلاور اللي هو دقيق، ودي قبل ما يكون دي بيكون ايه وات، وات يعني قمح. لوك اند كومبليت، انظر واكمل. مديني سيزونز اللي هي فصول السنه اللي احنا كنا لسه متكلمين عليها. نمبر كاتب لي اول واحد سمر، سمر يعني صيف، فول يعني خريف، وينتر يعني شتاء، سبرينج يعني ربيع. هحط على حسب كل صوره، الصوره الاولانيه المفروض دي صوره ربيع، الصوره الثانيه صوره صيف، الصوره اللي بعد كده دي صوره خريف، وبعد كده وينتر شتاء. انا المفروض هحط الكلمات دي تحت كل صوره. اول واحده سبرينج، سبرينج يعني ايه؟ الربيع. ربيع، بعد الربيع هيجي ايه؟ فصل الصيف هو سمر. بعد كده فول، فول يعني ايه؟ فصل الخريف. بعد كده وينتر يعني الشتاء. الكلمة اللي بكتبها بشطب عليها عشان ما تلخبطش ايه السنة الأولى. باي باي، سي يو ليتر.